السلام عليكم. شهر 10 بدأ معانا وبدايته كانت موسم مهم جدا، يمكن نص مصروف شهر 10 راح على الموسم ده، وهو كان موسم المدارس. دخلت المدارس السنة دي كانت بدايتها في بداية شهر جديد، واللي خرم معاك الميزانية على الآخر طبعا، وخصوصا المصريات. النهاردة هنعمل فيديو هنقلل فيه شوية من الميزانية، يمكن ب 300 جنيه هتأكلي ولادك فراخ طول شهر 10 بإذن الله، حتى لو كنت بوظت الميزانية على الآخر. هنقول أفكار كتير وهنقول حاجات كتيرة جدا حتى لو عندك عزومات كمان. فالأول كده سمعيني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وسموا الله، ويلا نبدأ الفيديو. في البداية كده اشتريت فرختين صغيرين كده حوالي كيلو وربع، واشتريت معاهم 4 فرخات، يعني نقول فوق الكيلو ونص شوية. شايفين الفرق بين الفرختين عامل ازاي؟ قبل ما اقول لكم بقى عملت ايه في الفراخ بتاعتي، عايزه افرجكم على طقم السكاكين ده. طقم السكاكين ده انا طلبته من جروب اسمه مودرن شوبينج، تمام. عايزه اقول لكم ان السكاكين عندي بقت يعني ما اقولكوش مش مستحمله، وبعد فيديو الفراخ الستريبس اللي كنت عاملاه معاكم كلكم يا امان السكينه بتاعتك بارده بهدلت صدر الفرخه. طيب انا هو عملت بنصيحتكم وطلبت طقم السكاكين الكيوت القمر ده من مودرن شوبينج، هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف، وكمان هسيبه لكم في اول تعليق. بصوا بقى، هو فيه 5 قطع سكاكين والحامل الدوار القمر ده ومعاه المسن القمر ده، وهوريكم كده احجام السكاكين. انا اخترت اللون الاحمر، انا عاشقه للون الاحمر والبنفسجي كمان، بحب اللونين دول جدا. السكاكين صناعة ألماني، ده غير إنه تقيل وخامته ممتازة، استانلس مقاوم للصدى، حاجة كده اللهم بارك. خامته تقيلة وحلو، وفي كمان ترانش للتورتة. بصوا بقى حلاوته إن السلاح بتاع السكينة نفسه معاه جزء كده، ده كله قطعة واحدة داخل جوه اليد نفسها، حاجة كده اللهم بارك. زي ما قلت لكم هو صناعة ألماني، شكله شيك وحلو جدا، فانت لو عروسة بتجهز انصحك ان انت تجيبيه. لما شفته على الجروب لقيت منه ألوان كتيرة جدا، في منه الأسود والرمادي والأحمر والبينك، بس انا عاشقة للون الأحمر، فقلت يكمل ستايل العجان والكنك والحاجات، وانا بحب اللون الأحمر والحاجات اللي هي اللي انا حطاها في المطبخ دي. معاه كمان مقص حلو جدا زي ما احنا شفنا صناعة ألماني، هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف وهسيبها لكم كمان في أول تعليق، وكمان هجربه معاكم النهاردة في الفيديو بتاعي. بصوا بقى، بدأت كده في الأول معايا هنا حوالي دي فرخية اللي هي فوق الكيلو ونص. عملت إيه؟ خليت قطعت الوراك لوحدها، وقطعت كمان الجوانح والرقبة لوحدهم، والصدر خليته زي ما هو كده لوحده. الوراك بتاعت الفرخة دي هقول لكم هعمل بيها إيه، والصدر انا هخليه لو حابه اعمل مثلا ستريبس او بانيه او اي حاجه هعملها منه، بس هسيبه سليم. تاني فرخه معايا هاخدها هقطعها شيش، بس مش شيش طاووق، لا، في فراخ شيش اللي هي بتاعه الشوي. بصوا قطعت كده الورك حوالي 4 قطع، لا يا ربي 6 قطع، تمام. الدبوسين لوحدهم والكفين بتوع الورك قطعتهم 4 قطع، تمام. الفرخه دي تعمل معايا مرتين، لو انت حابه تشويها او حابه تعمليها صينيه فبتتقطع كده، او لو انت حابه كمان تعمليها كنتاكي تقدري بالتقطيعه دي تعمليها كنتاكي، فهتطلع معاكي ممتازه جدا وهتدي معاكي كميه كبيره جدا. على فكره انا قطعتها حوالي يعني نقول 16 قطعه، الصدر لوحده اتقطع معايا حوالي من 8 ل 9 قطع، ده غير الاجنحه، يعني الجناح لوحده شيء اهو، والصدر نفسه تقطع معايا 4 قطع، يعني الصدر لوحده طلع معايا 10 قطع، وكمان الوراك طلعت 6 قطع، فبقت معايا 16 قطعة تقدري تعملي بيها الكنتاكي، تقدري تشويها على الشواية زي ما تحبي، تمام. فهي دي كده تقطيعة الفراخ الشيش، قطعناها سواء للكنتاكي أو للشوي. دي هقسمها على طبختين. الفرخة التالتة، كل ده أنا شغالة في الفراخ الكبيرة، تمام، اللي هي فوق الكيلو ونص. الفرخة التالتة أخدت الوراك بتاعتها حطيتها على الوراك الأولانية، وأخدت الأجنحة بتاعتها حطيتها على أجنحة الفراخ الأولانية، لأن الأجنحة بتاعت الفراخ كلها هعمل منها وجبة اللي هي التشيكن وينجز أو أجنحة فراخ بصوص البافلو، زي ما تحبي بقى براحتك، تمام. لكن الصدر هبدأ أعمله بانيه. بصوا بقى السكينة الصغنونة الكيوت دي، بصوا سهلة قوي تخلي معاكي حاجة كده اللهم بارك.
اهو تمام، حلو جدا. بصوا فصلت لي كل حاجة بحرفها كده، امشي بالراحة واحدة واحدة هتلاقي الدنيا معاكي زي الفل. بصوا بقى هقول لكم على حاجة علشان تقدري تتحكمي وتتمكني من الفراخ وانتي بتقطعيها. اول ما تجيبيها من عند الفرارجي سيبيها شوية في التلاجة من غير ما تغسليها، عايزاها تشمع معاكي بس علشان لما تيجي تقطعيها ما تحسيش ان هي فيها مية او ان هي بتزحلق في ايديكي او حاجة. ما تحاوليش تقطعيها بعد ما تغسليها، يعني قطعيها في الاول كده قبل الغسيل. تمام، يبقى كده الفرخة التالتة معايا. اخدت الاجنحة بتاعتها حطيتها على الاجنحة الاولانية، يعني الاجنحة كلها هضمها مع بعض لوحديهم، واخدت الوراك حطيتهم على الوركين اللي انا قطعتهم في الفرخة الأولانية، والصدر عملته بانيه عمل معايا 8 قطع بالظبط. تمام، برضو البانيه كده معايا وجبة كويسة حلوة جدا. معايا بقى تالت فرخة من الفراخ اللي هي الصغيرة. بصوا أنا قصيت الظهر بالمقص، اللهم بارك، الحاجة يعني حامية وجميلة. قطعت الرقبة وهبدأ أقطع بقى أي حاجة كده زايدة أنا مش حباها، وهعملها فرخة مشوية بالشكل الجامد القمر ده. اديها خبطتين كده بالسكينة علشان خاطر تكسري عظمها في لحمها وتبقى في الشوي حلوة معاكي. فهركنها لو عزمت عليها عزومة او حاجة، طبعا مش هتبقى لوحدها في العزومة، هيبقى جنبها كفتة جنبها حاجة برضو، يعني زي ما تحبوا. تمام، ادي في كمان فرخة، اهي دي الفرخة الرابعة والاخيرة من الفراخ الكبيرة دي، هقطعها على 6 قطع بس. لو حابة أعمل مثلا في يوم صينية بطاطس بالفراخ أو أي حاجة من دي هعملها عليها. تمام، أنا بحب أقطع الصدر عشان كبير فما يبقاش مفتل أو متفل الكلمة اللي كل مرة بنعترض عليها. تمام، عملتها وقطعتها وركنتها. في فرخة من الصغيرين ما جتش جنبها خالص، دي هخليها حشو فهركنها لوحدها. الأربع وراك بقى هعمل فيهم إيه؟ أمارات، هخليهم وهعملهم حمام كداب ويبقوا معايا وجبة حلوة جدا. هبدأ أخليهم بالشكل ده، برضو بخلي بالسكينة الصغيرة أهو. الخلي سهل جدا. طلعنا كام وجبة من الوجبات بتاعة الفراخ دي هتشوفيها كلها في الآخر. في فرخة طلعناها وجبتين، في فرخة طلعنا منها الوراك والصدر بتاعها كان بانيه، في فرخ يعني كده حوالي 4 وجبات أهم. تمام، من فرختين. تمام، بالنسبة لي أنا أسرة 5 أفراد فبتقضيني الأكلات دي. أدي أول ورك خليته معاكو أهو، وبقى معايا أحلى ورك حمام كداب أهو. تمام، هكمل الأربعة بنفس الشكل، وكله أخدته غسلته بدقيق وليمون وملح بس كده. تمام يا بنات، طبعا الكبد والقوانص بتبقى وجبة لوحدها. الفرخة الشيش عملتها وجبتين، عملت البني وجبة، عملت الأجنحة وجبة، بقت شيكن وينجز معايا. فرخة المشوية وجبة، الفرخة المحشية وجبة، في صدر فرخة احنا ما لمسناهوش خالص ده هنعمله وجبة لوحده، والحمام الكداب. عايز اقول لكم بقى على نصيحة، لو طلعتوا الحاجات اللي هي ملهاش لازمة زي ما احنا ما بنقول، بدل ما ترميها انا بسلقها وبحطها في كيس كده وبديها لأي حد نازل يرميها للقطط او للكلاب اعزكم الله، فبتبقى حلوة جدا معايا. الرقب بقى اللي طلع معايا وتنظيف الحمام الكداب باخده وبسلقه وبخليه بعد السلق، وبعمل منه برضو صينية رقاق او جلاش زي ما تحبي. بصوا بقى وجبات كتيرة، انا في اليوم ده عملت الكبد والقوانص بتاعة الفراخ، فيعني دي وجبة لوحديها كمان. تمام، طبعا ادي الفريزر، نظفت الدرج بتاعي وفرشت فيه مفرش من مفارش السفرة، المفرش البلاستيك العادية دي. تمام، وبدأت كده أعمل كله بالستريتش راب، وبعدين هبدأ أشيلهم وهرصهم في الفريزر معايا. طبعا لو الحاجات دي، دول 6 فرخات عملوا معايا حوالي 12 وجبة. أنا اديتك أفكار لوجبات تقدري تعمليها. لو عجبتك مثلا تقطيعة الفراخ الشيش تقدري تعملي مثلا 3 فرخات منها ويقضوكي الشهر. ده بقى كان فيديو النهاردة، لايك وشير واشوفكم على خير.